والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. رح نبدأ الحديث إن شاء الله بإذن الله عن ميثود. من ضمن الميثودز الجميلة في الجافا سكريبت بتكون عبارة عن starts with، ومن اسمها كده أنت أكيد استكشفت وظيفتها. الطريقة ديت يا جماعة بتحدد هل في نص معين موجود في بداية start، في بداية نص معين ولا لا. لو كان موجود بترجع القيمة true، لو ما كانش موجود بترجع القيمة false. ودي ليها كام برامتر؟ ليها 2 برامتر. البرامتر الاولاني بيكون عبارة عن ايه؟ النص، ها اللي هو السيش سترينج، الكاركتر او الكاركترز اللي انت عايز جافا سكريبت تدور عليها في النص ده. يعني انا لو قلت له مثلا علي، هترجع لي القيمة سيف، هترجع لي القيمة true. يعني انا اخدت بالي انها كيس سنسيف، يعني فاهم، رجع لي، دورت في البدايه لقيت ان علي موجود. عارف انت لو وهي كيس سنسيف، بالمناسبه لو انا كتبت حرف ال سمول وعملت سيف هترجع لي القيمه فولس، لاني هنا علي دي غير علي دي، لان ديت فيها حرف ال كابيتال وديت فيها حرف ال سمول. لو انت رجعت ديت حرف ال سمول هترجع لك القيمه بترو، تمام كده. ده بالنسبه للتوظيف بتاع البرامتر الاولاني. البرامتر الثاني يا جماعه بيكون عباره عن البوزيشن، وده بيكون مكان البدايه. يعني انا من فين، انا كجافا سكريبت من فين راح ابدا، ها اني ابحث او اطابق في النص ده، تمام. وهي كيس سنسيتيف. يعني انا قلت له مثلا يا جماعه خلينا نجربها على حرف، مثلا انت عارف انها كاركتر او اكتر، انا لو بدور على بدايه في حرف الاي هيقول لي ترو، لاني اول حرف في الجمله ديت حرف الاي. وافتراضا كده طالما انا مش كاتب قيمه البرامتر الثاني، يبقى البرامتر الثاني قيمته بيكون الاندكس 0 اللي هو من اول حرف في النص. انت عارف القصه، انت فهمتها خلاص. يعني من اولك اندكس 0 لغايه لينس ناقص 1، ان عدد الحروف هنا 17، يبقى من اول 0 لغايه 16. يبقى الاندكس اللي قيمته الصفر اللي ترتيبه 0 قيمته كام؟ قيمته ايه؟ عارف انت لو قلت له الاندكس اللي ترتيبه 1 هيرجع لك القيمه فولس، لان هو كده بره الايه، لان الايه ده 0. هيبص على واحد يلاقي انت بتدور، انت بدايتك كده حرف ال ان، وانت بتدور بجمله بدايه، انت عايزني اقارن بدايه، فانا بقارن النص ده بالبدايه اللي انت حددتها لي. هنا انت كاتب لي ايه وانا اللي عندي ال، عارف انت لو كتبت لي هنا ال هرجع لك القيمه ايه؟ هرجع لك القيمه ترو، تمام. ده بالنسبه ليه التوظيف بتاع الجانب الاولاني. عكسها تماما يا جماعه بيكون عباره عن زي ما بيكون في ستارت ويز بيكون في اندوز، تمام. endsWith ديت او endsWith بتعكس القصه، نفس الكلام، بتدور على نص معين موجود في نهايه نص معين بترجع قيمه ترو، لو كان موجود بترجع قيمه فولس، لو ما كانش موجود ليها 2 بارامترز. البارامتر الاولانيه بيكون الكاركتر او الكاركترز اللي انت عايز جافا سكريبت تدور لك عليها في النص. لو انا قلت له مثلا نجار، عملت كنترول سي وحطيت الكوتس وعملت كنترول في، هترجع لي القيمه ترو، او لو انا ما مسحت الكلام ده خليت حرف الار بس هترجع لي القيمه ترو. طب انا لو رجعت بحرف الاي هتقول لي القيمه فولس، او لو انا قلت له مثلا كلمه فروج هيرجع لي القيمه برضو فولس، لان الكلمه دي مش هي الموجوده في الاخر، او الكاركتر ده مش هو الموجود في الاخر. خلونا نرجعها تاني. طيب لو انا عايز احط قيمه البارامتر الثاني، عشان في فرق شويه ما بين البارامتر الاولاني والبارامتر الثاني، نقول في الطريقتين، اقصد في الطريقه ستارت ويز كنا بنقول البارامتر ده خاص بالبوزيشن، مكان البدايه، يعني انا من فين ابدا البحث، ده في ستارت ويز. لكن في الثانيه يا جماعه ده عباره عن بتكون طيب المسافه من النص اللي انا ابتدي ادور فيها. يعني مثلا انا عايز، انا همشي في الاندكس كده، تمام. ايه ده قيمته بزيرو، اللي قيمته بواحد، اي قيمته باثنين، اي قيمته باثنين، قول مسافه معايا، تمام. يعني كده ايه، انا هحط له في الاندكس رقم 3 كده، انا معايا ايه، معايا ايه ده بزيرو، ال بواحد، اي باثنين، والمسافه ب3. حلو، يعني انت عايز تدور في الرينج ده، ها في الرينج ده عايز تدور في الرينج ده على اخر، على الكاركتر اللي اخره كذا، ها. يعني القيمه دي امتى ترجع لك بترو؟ ده الديفو طبعا افتراضي عشان مش كاتب حاجه. امتى ترجع لك بترو؟ لو انت كنت بتقول اني النهايه بتاعتك ايه، يعني انا كتبت مثلا حرف الاي هنا عملت سيف، هترجع لي القيمه ترو، صح كده ولا لا؟ لاني اهو انا اولي 0 1 2 والثلاثة قيمة فاضية، الثلاثة مش معانا، ها؟ يبقى من 0 ل 3 و3 مش معانا، آخر حاجة بتكون عبارة عن إيه؟ عن حرف الـ I. عارف أنت لو كتبتها رقم 2 أأكد لك كلام، لو كتبت 2 يبقى أنت بتدور في A و L و I هيرجع لك القيمة فولس، لأن الـ I ما بقتش معاك، يبقى آخرك بيكون عبارة عن إيه؟ آخرك حرف الـ L. يعني عارف لو كتبت له حرف الـ L هيرجع لك القيمة إيه؟ هيرجع لك القيمة
ترو صح تمام كده. ده الفرق ان اخر قيمه انت بتكتبها في الاندكس ما بتبقاش موجوده معاك، فانت ايه زي ما انت زي ما انت متعود يعني ناقص واحد ناقص واحد، انت ايه في الرينج ده اقصد من صفر لاثنين، والاثنين ما كانتش موجوده معاك. اخر حرف ايه اللي انت كاتبه اخر حرف بره الرينج خلاص لو مش موجود تمام، يعني انا رجع لك القيمه فولس. ده بالنسبه للطريقتين ستارتس ويز واندس ويز، والاثنين مختلفين يا جماعه عن الطريقه اللي احنا اتكلمنا عنها فوق اللي هي بتكون عباره عن انكلودز، لان انكلودز بتدور فين؟ انكلودز بتدور في النص بالكامل اهو، مش بتدور في بدايه ونهايه. يعني انا اهو انا قلت له فاروق فراح رجع لي قيمه بترو لانها موجوده حتى في المنتصف مش مشكله، انا ما بتكلم عن ستارتس في اول واندس في النهايه. يا رب اكون وفقت اني اوضح المفهوم ده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت، انا استغفرك وانا اتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.